بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجهاز ده يا جماعة ناشونيل زي ما احنا شايفين اهو، مش ناشونال، ناشونيل صيني. الجهاز ده ما بيشتغلش على طول، بمعنى ان هو ياخد فترة حوالي 10 دقايق لما يفتح صوت وصورة. في البداية الصورة تروح عاملة تموجات، وبعد كده يروح فاتح وشغال، وأحيانا بعد كده يروح فاصل تاني. طبعا احنا هنفتح الجهاز ونشوف ايه اللي هيحصل فيه ونتابع معاكم. زي ما شايفين كده يا جماعة، نظرة عامة على الجهاز اهو. الجهاز لسه مطرب، يعني لسه ما حطيناش ايدنا فيه ولا عملنا فيه اي حاجة اهو. طبعا بنشوف اي حاجة غريبة، حاجة محروقة الاول، مكثف منفوخ، مقاومة محروقة، نحاول نستدل على بداية العطل. طبعا العطل ده يا جماعة بينحصر في دايرة الباور. العطل ده وتأخر تشغيل، يعني المفروض نغير مكثفات الباور لو ما فيش اي ملاحظات عليها. طبعا انا بخبرتي والحمد لله ببص كده لاحظت فيه مكثف منتفخ زي ما احنا شايفين اهو. المكثف ده بيرشح اخر جهد هنا الخاص ال 12 فولت ده، اللي هو الخاص بالاوسيليتور. فده الاوسيليتور طبعا بيشتغل في دايرة الهوريزنتال اللي هي بتشغل الضغط العالي او مكبر الاخراج الافقي مع اللاين ده عشان يشغل لي الضغط العالي اللي هيوصل للشاشة هنا، او يطلع لي مجموعة جهود علشان مثلا تشغل دايرة الشاشة، دايرة الالوان بتاعت الشاشة. زي ما احنا شايفين محتاجة 180 فولت او 200 فولت لتشغيلها، فطبعا بيطلعوا من اللاين دوت وبيروحوا بواسطة سلك، وكمان اللاين بيطلع جهود تانية محتاجينها زي السلك ده كده، السكرين مثلا او الفوكس، دولك لإضاءة الشاشة. طبعا ان شاء الله نرجو ان يكون المكثف ده هو اللي عامل العطل ده، لانه اصلا في دايرة الباور في زي ما احنا شايفين اهو. ادي الموحد يا جماعة، ادي الموحد اهو، وده جهد التنعيم بتاعه اللي هو بيشغل الاوسيليتور. الاوسيليتور طبعا موجود داخل الجهاز دوت، ناخد داخل الاي سي الكبيرة ديك لانها طبعا بتقوم بهذا الدور. طبعا يا جماعة انها ان شاء الله، طبعا هو مفهوش حاجة كده بالظاهر الا اني شاكك في المكثف ده، هغيره. هو تقريبا كده انا مش شايف كام، بس هيكون صغير في حدود 470 الف فولت مايكرو، وبالكتير 25 فولت. هغيره ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، ده المكثف اهو من تحت، ادي هو واصل هنا لايه، واصل لموحد التوحيد دوت اللي هو بيغذي الاوسيليتور اهو، وبيغذي نازل كده نازل كده كده ورايح على دايرة الصوت. فهو بيغذي الاوسيليتور وبيغذي دايرة الصوت، وزي ما احنا شايفين كده المكثف القديم اهو كام، 470 16 فولت. طبعا زي ما احنا شايفين الشكل بتاعه منتفخ اهو، يعني دي علامة من علامات ان هو تالف. طبعا هنركب له واحد زيه او احسن كمان، زي ما احنا شايفين اهو، 470 50 فولت. طبعا هيكون احسن لما يكون الفولت عشان يستحمل. طبعا انا هعدل الجهاز وهركبه اهو زي ما احنا في الطرفين دولك هنا. طبعا الطرف ده اللي هو بتاع الديود هنوصل له الطرف الموجب من المكثف، والطرف ده اللي هو الارضي السالب، وان شاء الله الجهاز ما يكونش في حاجه تاني ويشتغل باذن الله.
زي ما احنا شايفين يا جماعة لحمنا المكثف اهو، ادي الطرفين، السالب في السالب والموجب في الموجب، عشان طبعا ده مكثف كيماوي لازم يتعمل له يعني ليه اتجاه، ما نقدرش نعكس الاطراف. هنقص طبعا الزيادات وهنشوفه ونقلبه ونشوفه. بس في معلومة عايز اقولها، يجب مراعاة القطبية في توصيل متوصيل المكثفات الكيماوية بالذات، السالب في السالب والموجب في الموجب، وإلا هيضرب اللي هيضرب مننا. ونقلب الجهاز ونركب البوردة ونشغله ونشوف ايه اللي هيحصل. خلاص يا جماعة ركبنا المكثف وهنوصل كده بالكهرباء ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الكهرباء كده اهو كده، ما نشوف كده اشتغل ولا لا. طبعا لو ما اشتغلش هنواصل ونشوف ايه اللي فيه. طيب الحمد لله يا جماعة كده اهو اشتغل، بس عايز بقى ايه لا هو في غلطة ان هو عاكس الاطراف، انا مش شايف الاطراف طبعا من ورا كده، فهنغير اطراف التوصيل اللي هي جايه من الريسيفر اهو. ده المفروض ده الابيض، هنعكس نحطه من فوق اهو يا جماعه كده، لان انا مش شايف اصلا اهو. نجرب تاني اهو يا جماعه. الحمد لله انا كنت عاكس الاطراف، الحمد لله اشتغل اهو وبقى 100 100. طبعا البربشه دي من التصوير مش من الجهاز، جهاز التلفزيون 100 100. نصيحه طبعا لاخواتنا المبتدئين اللي هو المقصودين من الصيانه دي، او تعليم الصيانه، او اللي انا بقوله دلوقتي، لازم تستخدم عينيك في النظر الى الاجهزه وتشوف اي حاجه غير طبيعيه، مقاومه محروقه، مكثف ضارب، لحام مفكوك، شرخ في البورده. قبل ما تبتدي تشتغل في اي حاجه وتاخد قياساتك لازم تلقي نظره كده بالعين، واحيانا تلمس مثلا اي سي، تلمس مكثف كده على خفيف في الجزء اللي ما بيكهربش، عشان تعرف العطل فين ويساعدك على معرفه العطل. أرجو إن أنا أكون قلت حاجة مفيدة لإخواتنا وأبنائنا المبتدئين يا جماعة. أنا أقربية هذه الحاجات ديك اللي أنا الدروس ديك للمبتدئين، وده ده طبعا عطل بسيط، بس كان عطل منكد على صاحب الجهاز وعمال جابهوله قال لي أنا عايزه النهاردة، قلت له لا سيبه لحد ما إيه يجربه. لا يجب نصيحة تانية، يجب بعد ما اصلح اي جهاز يا جماعة اننا نسيبه فترة يشتغل على الاقل اكتر من ساعتين، عشان اتأكد ان مفيش حاجة تاني، وان يعني نفس العطل اللي بوظ المكثف الاولاني ده ممكن يحصل تاني. وطبعا الزبون هيجيبه لي وهيزعل، وهتبقى ايه هياخد عنك فكرة مش هي. فيجب انك يعني تجرب الجهاز قبل ما تديه للزبون، وما تخليش الزبون يضغط عليك يقول لك انا عايزه دلوقتي، انا مش قادر اعيش من غيره. لا، ما تسمعش كلامه، اعمل الصح وشكرا.